صباح الخير على كل مشاهدين برنامج لحظة انتباه في كل مكان. هنكون معاكم النهاردة في حلقة جديدة من برنامجكم لحظة انتباه، مستنية تواصلكم معنا على الأرقام الموجودة على الشاشة. هنتكلم النهاردة عن حياة الرسول ومولد النبي. كل سنة وحضراتكم طيبين، وفي البداية أحب أرحب بضيوفي. أهلا بحضرتك، معايا الشيخ أيمن المصري. أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ هشام. المنشد احمد عرفه. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. في البدايه كده هنرحب بالساده المشاهدين، وهنبدا حلقتنا من الذكر الحكيم، بايات من الذكر الحكيم هيلقيها علينا المنشد احمد عرفه. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم، فتح الله عليك. عايزين نتكلم مع الشيخ أيمن المصري النهاردة بقى عن تعامل الرسول مع زوجاته ومع الأطفال ومع الناس عموما، بس هنبدأ بالأطفال. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأخص بالذكر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى الله على من علم الدنيا الحب، صلى الله على من علم الدنيا الرحمة، صلى الله على من علم الدنيا السماحة، هو النبي محمد. طبعا كل عام وحضرتك بخير، وكل المشاهدين بخير، وكل الإسلامية بخير في كل مكان. طبعا أجمل شيء في الدنيا أن احنا نتكلم عن سيدنا وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده لقاء من أجمل اللقاءات، إن إحنا هنكون بنتكلم عن صاحب المقام المحمود، هو سيدنا النبي محمد. طبعا لو قعدنا نتكلم يعني من هنا لسنوات مش هنعرف يعني ندي حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حقه عظيم. حاجة جميلة، حاجة عظيمة. شوف يعني هندي نبذات بسيطة كده في معاملاته مع الأطفال. زي ما حضرتك بتقولي، إذا كان بيتعامل مع الأطفال كان بيتعامل معهم بكل رفق وبكل لين وبكل حب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصغار في الطرق، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيداعب الأطفال، كان بيلعب مع الحسن والحسين، وكان يصعدان على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهما نعم الجمل جملكما. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يقبل الصبيان. مين مننا دلوقتي بيعمل بيتأسى بهذه الأخلاق؟ النبي كان بيقبل في يوم الحسن والحسين فرآه الأقرع فقال يا رسول الله أتقبل الصبية؟ قال بلى. قال يا رسول الله عندي من الأولاد عشر، لأن عندي عشر أولاد وعمري ما قبلت فيهم حد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. إزاي بقى عندك أطفال مبقاش في بينك بينهم رحمة، في بينك وبينهم مودة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع الأطفال بطريقة سبحان الملك، من كل الحنان والحب. طفل كان اسمه عمير، فعمير ده كان عنده عصفور كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمير كيف حال النغير، اي العصفور. كان دايما بيقول له مثلا في حاله كويسه تمام. ففي يوم النبي صلى الله عليه وسلم بيسال يا عمير كيف حال النغير،
فعلم انه مات، العصور بتاع الطفل مات، فالطفل حزين. تخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يروح، شوف بقى يترك، يعني شوف عارف يعني نبي عنده من الالتزامات والامور، ولكن يترك كل هذه يعني المسائل ويروح يواس الطفل الغلام الصغير عشان خاطر الطفل حزين، الطفل في حاله يعني من موت العصفور بتاعه. فهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم المودة والرحمة مع الأطفال. عايزين بقى أنشودة بمناسبة بقى المولد النبوي الشريف لكل اللي سامعيننا دلوقتي. في أنشودة حلوة جدا اسمها وصلي عليك، هتعجبك إن شاء الله. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، أصلي عليك أصلي بقلبي وأعماق حبي، وأمشي وأنت الضياء لدربي، أصلي عليك أصلي بقلبي وأعماق حبي، وأمشي وأنت الضياء لدربي، أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك، وكل حنين وشوق إليك، أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك، وكل حنين وشوق إليك، أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، أصلي عليك رفعت المنارات للحائرين، ونورت بالحق للعالمين، أصلي عليك رفعت المنارات للحائرين، ونورت بالحق للعالمين، أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، أصلي عليك ووحي السماء هل من راحتيك، وكل البرايا تصلي عليك، أصلي عليك ووحي السماء هل من راحتيك، وكل البرايا تصلي عليك، أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، عليه أفضل الصلاة والسلام. عايزين بقى يا شيخ بقى نتعرف بقى كده
احنا اتكلمنا عن تعامل الرسول مع الاطفال والغلمان، وعايزين نتكلم بقى على تعامله مع الشباب. احنا دلوقتي بقى بنجيبهم واحده واحده. لو كل رجل تعامل مع ابنه او يعني اي شاب في المجتمع، اذا كان قريب او صديق او جار، بمعاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب. انا بس اذكر لحضرتك بس قصه واحده عشان نشوف ازاي سيدنا وحبيبنا النبي محمد كان بيتعامل مع الشباب. صلى الله عليك يا من علمت الدنيا الادب. في يوم دخل شاب على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. تخيل الموضوع عامل ازاي؟ واحد دخل على مين؟ على سيدنا النبي محمد ويقول له: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. مش قادر بقى يتزوج او ما عندوش الاستطاعه، وهو بقى يعني الشهوه غالبه عليه. تخيل بقى لو اي واحد دخل عليه شاب كده يقول له: صرح لي بقى، اديني تصريح. النبي صلى الله عليه وسلم هل زجره النبي؟ طب هل يعني سبه النبي او شتمه او حتى يعني قام عليه الحد؟ لا والله العظيم. بس النبي صلى الله عليه وسلم اجلس الشاب بكل ابتسامه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيبتسم وقاعد جاي عايز رخصه في كبيره من الكبائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بحوار جميل بقى، هو ده الحوار اللي احنا عايزينه بيننا وبين الشباب. اي راجل مع ابنه، واحد مع اي طائفه من الكبار مع الشباب. احنا دلوقتي بقى بنوصل رساله للشباب اللي سامعيننا دلوقتي بقى، ان هم ياخدوا موعظه ان شاء الله من كلام حضرتك. طبعا ده احنا سيدنا النبي ده صلى الله على من علم الدنيا الهدى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يتعامل مع الشاب بكل ابتسامه جميله، ابتسامه مش غضب بقى وثأر وازاي، لا لا لا. أجلس الشاب، قال له: يا فتى أترضاه لأمك؟ ترضى أن أمك يتعمل فيها اللي أنت عايز تعمله؟ فطبعا الشاب يعني بيطقطق رأسه كده: لا يا رسول الله. فقال: أترضاه لأختك؟ ترضى أن العمل ده يكون في أختك؟ فقال له: لا يا رسول الله. قال: أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ فكل من النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الشاب لا يا رسول الله. فقال له: إذا لماذا ترضاه على غيرك؟ اشمعنى ترضى على حد لغير اخواتك او امك او احد اقربك؟ فقال يعني الشاب طبعا تاثر من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع النبي يده الشريفه على قلب هذا الشاب ودعا له، ثم انصرف الشاب. فتخيلي بقى، شوفي ازاي النبي كان بيتعامل مع الشباب بهذه الحكمه، ويعني جمال، كرم، ادب، اخلاق. يعني سبحان من شهد له بهذا الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. فصلى الله على من علم الدنيا الخلق، عليه أفضل الصلاة والسلام. عايزين بقى هشودة بقى كويسة كده، يعني مش تكون خاصة بقى بالمولد النبوي عشان احنا خلاص اتكلمنا عنه. عايزين حاجة بقى كده ترفيهية تكون كويسة كده عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا في حاجة بحبها قوي اسمها اشتياقي. اتفضل. تمام. سيبقى اشتياقي لكم في المآقي، وإن عز عندي سلام الفراق، فلا لا تقولوا لقلبي وداعا، وقولوا قريبا يحين التلاقي، وقولوا قريبا يحين التلاقي. سيبقى اشتياقي لكم في المآقي، وإن عز عندي سلام الفراق، فلا لا تقولوا لقلبي وداعا، وقولوا قريبا يحين التلاقي، وقولوا قريبا يحين التلاقي. ولا شيء أصعب من البعد عنكم، كأن خطايا
تشد وثاقي. صداكم غلاكم يداكم دعاكم قريبين مني وهم من رفاقي. قريبين مني وهم من رفاقي. ولا شيء أصعب من البعد عنكم كأن خطايا تشد وثاقي. صداكم غلاكم يداكم دعاكم قريبين مني وهم من رفاقي. قريبين مني وهم من رفاقي. عايزين نتكلم بقى على الموهبة بتاعتك وازاي بدأت عندك وازاي قدرت تنميها. انا شفت ليك حلقات كتير في التلفزيون فحبينا ان انت تكون معانا النهارده. فعايزين بقى نتكلم شويه بقى عن موهبتك وكده ازاي بدأت معاك وازاي نميتها. والله في الاول انا يعني كنت بسمع كتير في الاول. تمام. انا امود من مشرع العفاس عامه يعني. تمام. بعدين في المدرسه كنت بطلع انا واصحابي اذاعه وكنا بنعمل دوتو مع بعض. فابتديت ان انا انمي الموهبه ديت. عملت برضو حلقات كتير برضو زي ما حضرتك قلتي. بدات ان انا بقى كل ما تجيلي فرصه امشي وراها ما استناش لغايه ما تيجي لغايه عندي. فعلا. بس ربنا يوفقك. ربنا يخليك. عايزين نتكلم يا شيخ بقى عن تعامل الرسول مع الشيوخ وكبار السن. طبعا في مواقف كتير جدا. سبحان الملك. ده النبي صلى الله عليه وسلم ده يعني علمنا حاجات كتير جدا. لو كل المجتمعات وكل الدنيا تتحلى باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والله لو وجدنا حقد ولا حسد ولا كراهيه ولا بغضاء ولا ضغينه ولا اي شيء من انواع الشوائب التي يعني ملأت قلوب كثير من الناس. موقف برضك جميل عشان يعني وقت البرنامج. دخل اعرابي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كل حديث بفضل الله يعني في صحيحه. وبال جه كده عند احد سواري المسجد عمود كده في المسجد. تخيلي وبال بيتبول بيقضي حاجته فين؟ في المسجد. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه شافت الموضوع قامت بقى عشان تنهر الرجل او تصدره او يعني ده في المسجد بيتبول في المسجد. ومسجد مين؟ مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اتركوه سيبوه اتركوه حتى ينتهي. تخيلي بيقول لهم ايه؟ اتركوه حتى ينتهي لغايه اما يخلص ويقضي حاجته تماما. شوف بقى بيحللهم الاشكاليه ازاي. الصحابه يعني غضبانين حاجه يعني منظر صعب. مسجد يعني مكان طاهر مكان للصلاه مكان للعباده. فطبعا حاجه يعني حاجه شاذه. ورغم كده النبي صلى الله عليه وسلم شوف اتعامل ازاي مع الموقف. قال لاصحابه دعوا على دولي ذنوبا من الماء او سجلا من الماء جرد الميه كده ويدلي على المكان البول بتاعه والموضوع ايه انتهى. تخيلي الموضوع. بعد كده النبي جاب الراجل جاب بكل جمال وبكل رحمه. ايه الاخلاق العجيبه دي. يجلس الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رجل بكل ابتسامه جميله لا بدون بقى غضب ولا لا غير اللي بيحصل دلوقتي خالص. لا خالص طبعاً. ده احنا دلوقتي بنشوف العجب في المساجد خالص. تخيل بقى ده راجل كبير راجل مش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رجل ما بني المسجد لهذا. المسجد مش مبني عشان نقضي في حاجتنا ولكن بني للصلاه ولذكر الله ولمجالس العلم وقراءه القران. تخيلي شوفي ازاي ادب وجمال النبي. وده عشان كان راجل مسن بقى ما كانش شاب لسه صغير ولا طفل مع انه يعني هو راجل بس عاقل مدرك لكل شيء. بس انا بوريك يشوف ازاي الموقف ازاي النبي كان بيتعامل مع الشيوخ ومع الكبار بهذا الخلق العظيم. طب عايزين بقى نتكلم على معاملات الرسول مع ازواجه. لا ده موضوع تاني. ده احنا ان شاء الله ده محتاج مننا حلقات. اتفضل. برضه كان يعني حاجات نباتات بسيطه كده.
انا بخاطب كل الرجاله مغلقه الوجه اللي هي دايما مكشره كده وكئيبه في الحياه الزوجيه، لا افتح كده وفكها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بساما، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيداعب ويهزر مع الزوجات، كان بيسامر الزوجات، بيجمع زوجاته ويقعد يتسامر معاهم حديث وهزار وكل شيء جميل، كل شيء في ديننا مباح. شوف بقى الموقف الجميل ده، طبعا بعد ما تصلي على سيدك النبي محمد وكل المشاهدين كده يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه يا رب العالمين. شوفي بقى الموقف الجميل، النبي صلى الله عليه وسلم كان في احد الغزوات وقال للجيش تقدم، وكان واخد معاه في الغزوه دي ستنا عائشه رضي الله عنها، خرجت معاه في هذه الغزوه. فقال للجيش تقدم، قال للجيش ايه اسبقوا يعني اتقدموا قدام. وهو تاخر كده في المؤخره هو وعائشه ام المؤمنين رضي الله عنها، وقال لها تسابقيني يا عائشه؟ تيجي نعمل سباق؟ نسابق بعض يعني؟ فقالت بلى يا رسول الله. خلي بالك احنا بنتكلم ان هم رايحين فين؟ خارجين لغزوه. ويقول لي لعائشه رضي الله عنها ايه تيجي نعمل سباق؟ مع ان ده مش وقت يعني الاسباق، لا بس المراه ملهاش دعوه، خارجين حرب بس هي ملهاش ذنب ملهاش اي شيء، فزوجتك دي ملهاش دعوه باي مشاكل حياتك وهمومك، ملهاش دعوه بيها، المراه مراه. النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يحسسها بقى بالموضوع ولا لا، المراه هي المراه. فقال بقى يا رسول الله قاموا السباق، فستنا عائشه سبقت النبي صلى الله عليه وسلم، هي اللي فازت في السباق، ابتسمت وفرحت والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لقد فزت علي في السباق. مرة أخرى بعد فترة من سنة اثنين خرجوا لغزوة أخرى، وقرضت ستنا عائشة رضي الله عنها كانت معاها، فقال للجيش تقد، ثم قال لعائشة تسابقيني يا عائشة؟ فقالت بلى يا رسول الله، بس في الغزوة ستنا عائشة كانت حملت اللحم بقت سمينة يعني مالت كده في الوزن. فأموا السباق، فتقول عائشة رضي الله عنها فسابقته فسبقني. مين اللي فاز في السباق المرة دي بقى؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فابتسم له النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها يا عائشة هذه بتلك، يعني واحدة بواحدة، انت فزت علي مرة وانا فزت عليك مرة. واحنا برضو درسنا عن الرسول برضو، واكيد يعني في كتير من مش اكيد الناس كلها خدتها طبعا قدوة ان الرسول خير الازواج لاهله واحسنهم معاشرة طبعا، وهكذا قال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. فطبعا ده سيدنا النبي الذي علم الدنيا باكملها الخلق. شوف المنظر الجميل بقى، حاجه صغيره كمان، ستنا صفيه كانت قصيره كده قصيره، فبتيجي تركب الدب، طبعا الموضوع صعب عليها اذا كان مثلا فرس او اي شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه؟ ينزل على ركبته الشمال دي على الارض ويرفع لها ركبته اليمين، وتروح هي حاطه رجليها وضع قدمها ثم تصعد على الدبه او الحصان او الفرس. تخيلي لما النبي صلى الله عليه وسلم ينزل كده وتطلع على رجله عشان تطلع على الدبة، شوف الجمال، شوف ازاي كان بيتعامل مع زوجاته صلى الله على من علم الدنيا الأدنى. الصلاة والسلام. عايزين بقى نختم حلقتنا بانشودة بقى من الأنشود بتاعتك. طيب تمام. انشودة جهرا دعوتك. تفضل. جهرا دعوتك يا كريم وخفية رفقا بعبد تائب يتألم أعلم بأني مذنب لكنك مني بذنبي يا إلهي أعلم مني بذنبي يا إلهي أعلم كبرت في الثلث الأخير تهجدا أبكي ذنوبي خاضعا أتندم والدمع يذرف في السجود بحسرة
أدعوك يا من تستجيب وتكرم. شكرا ليك، نورتنا في برنامجنا النهارده، وانا بشكر الداعية الاسلامي الشيخ ايمن المصري اللي نورني في حلقه النهارده. اعزائي المشاهدين، زي ما شفتوا حلقتنا النهارده، استنوني في حلقات اخرى من برنامج لحظه انتباه كل يوم اثنين من قناه الصحه والجمال الساعه 10:30 مساء صباحا. كانت معكم شهنده عمر.